اصابك عشق اغرمي باسهمي فما هذه الا سجيه مغرمي الا فاسقني كاساتي وهني لي بذكر سليمى والكمال ونهلي ايا داعيا بذكر العاميه انني اغار عليها من فم المتكلم اغار عليها من ثيابها اذا لبستها فوق جسم منعم اغار عليها من ابيها وامها اذا حدثها بالكلام المغضب احسد كاسات تقبل نثرها اذا وضعتها موضع اللثم في الفم ليل يا